نحن هنا في الأماكن الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس أو ما تعرف بمنطقة الجامعة الإسلامية. لتوها انسحبت الدبابات الإسرائيلية من هذا المكان تاركة خلفها دمارا واسعا طال الشجر والحجر والبشر. إسرائيل ارتكبت جرائم مروعة بحق عائلات بأكملها في هذه المنطقة التي كانت واحدة من مسارح القتال الضاري الذي خاضته المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. يلاحظ أن جيش الاحتلال كان قد دأب إلى تدمير المنازل والبنايات السكنية من أجل التدمير لا أكثر، وبالتالي نستطيع القول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفنن حقيقة في تحويل هذه المنطقة إلى كومة من الركام. على مد البصر نلحظ أن هناك منازل وأحياء قريبة تعرضت للتدمير الإسرائيلي. والملاحظ أيضا أن جيش الاحتلال الذي يخشى ضربات المقاومة يعمد على إنشاء سواتر على هذه الشاكلة في محاولة لحماية جنود من ضربات المقاومة الفلسطينية، لكن شهادات يعني الكثيرين أن هذه المنطقة كانت واحدة من المناطق بالفعل التي تعرضت فيها قوات الاحتلال إلى ضربات قاتلة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني حقيقة ترك عائلات بأكملها محاصرة في هذه المنطقة تحت وتيرة القصف حسب ما يعني تحدث إلينا البعض، وبالتالي هذا الأمر دفع كثيرين من الأهالي لإخلاء المنطقة خشية على حياة أطفالهم. وبالتالي حقيقة نلحظ أن هناك حالة من السكون في ظل هذه المخاوف وارتكاب إسرائيل جرائم ومجازر حرب ضد المدنيين العزل. وبالتالي يعني هذه المنطقة الناس هنا غادروها فقط من أجل المحافظة على أطفالهم، على اعتبار أن إسرائيل تتفنن بقتل الأطفال. إذن على هذه الشاكلة تمضي إسرائيل في عدوانها، لم يسمع سوى صوت الطائرات المسيرة في الأجواء، وربما بين اللحظة والأخرى تدخل المقاتلات الحربية الإسرائيلية لتقصف مزيد من الأهداف. وبالمناسبة نسمع أيضا في المناطق القريبة صوت اشتباكات ما زالت مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق القريبة من شرق مدينة خان يونس. أكرم دلول من شرق مدينة خان يونس، الميادين.